من يعمل في القطاع الرياضي ومن يشاهد الرياضة بشكل عام. اتلعبت على طول كرة خطرة، تعدي تعدي جول، تعدي جول، تعدي جول يا سفاح فيكتور، جول للسفاح. السفاح يضع هدف ثاني، السفاح يضع هدف ثاني، يبدو لي في طريقه انه ينافس على لقب الهداف في كأس ولي العهد، في كورة يرتفع فيها صوت المجانين، صوت المدرج. شوف اللعبة بعيدة، لم يكن في اوفسايد ابدا من خلف المدافعين، لعبة سريعة ابدا، عبد الرحمن ما له ذنب فيها، الديفنس يسأل فيها، وكرة في هدف ثاني. الله يا معلم، الله يا معلم، انت المعلم، انت اللي جايب الجول يا بصاص، انت عامل ثلاث ارباع الجول، فيكتور جاب الربع، ولكن ربع ايه؟ ربع.